ظروف غامضة فيديو غريب يشوه ويكسر جوالات بيكسل 7، استخدام الطيور الميتة في صناعة الدرونز، سناب شات تطلق خاصية الدردشة مع الذكاء الاصطناعي. كل هالأخبار راح نعرفها في حلقة جديدة من برنامجنا سماشي تيك. وقبل ما نبدأ أقول لكم يا هلا مرحبا فيكم وخلوكم معانا. كلنا نعرف الدرونز أكيد، لكن هل تخيلتوا أن الدرونز اليوم راح يتم تصنيعها من طيور حقيقية؟ طيب هل مثلاً حيركبوا كاميرات فوق الطيور؟ لا لا لا، قديمة هذه. ولا راح يصنعوا مثلاً الدرونز من ريش وخامات طبيعية؟ كمان هذه الفكرة قديمة. تخيلوا أن الدرونز اليوم راح يتم تصنيعها من طيور ميتة ومن أنواع معينة كمان، زي مثلاً الصقور والحمام، وهذه الخاصية راح تخلي الدرونز أخف وأكثر انسيابية وسلاسة، وراح يكون وزنها خفيف جداً لدرجة إنها ما راح تصدر أصوات كثيرة وما راح تسبب إزعاج، وهذا راح يفتح أبواب كثير لاستخدامات مختلفة، زي مثلاً استخدامها في تصوير الحياة البرية والاقتراب منها أكثر. لكن في مخاوف بأنه ممكن يتم استخدامها في التجسس، خصوصاً إنه تنطبق عليها الطلبات والمعايير اللازمة. في ظاهرة غريبة طلع فيديو في اليوتيوب عن الكائنات الفضائية، لكن هذا الفيديو أجبر جوالات بيكسل من إصدار السلسلة السابعة إنها تعيد تشغيل نفسها، وتسبب كمان بأعطال فنية زي فقدان الشبكة وفقدان الذاكرة وغيرها. والغريب إنه في بعض الجوالات صار فيها تشوه في الخلفية، وبعض الأشخاص قالوا إن هواتفهم من نفس الإصدار اتكسرت بعد هذا الفيديو، غير إنه مستخدمين السلسلة السادسة كمان واجهوا بعض المشاكل، لكن مو كلهم، بعض المستخدمين. ما نعرف الأسباب الحقيقية وما نعرف إن كان هذا الأمر حقيقي ولا لا، لكن خلونا نشوف مع بعض جزء من الفيديو وأصحاب جوالات بيكسل 7 اهربوا. سناب شات أطلقت خاصية التحدث مع الصديق الآلي والدردشة الآلية، وقالوا إنه الفكرة هي إنه بالإضافة للتحدث مع الأهل والأصدقاء كل يوم، كمان راح نتحدث مع صديقنا الآلي بشكل يومي، وأطلقوا على هذه الخاصية اسم My AI، وراح تكون مدعومة بتشات GPT طبعاً. أما الرئيس التنفيذي فقال إنه هذه مجرد بداية لخطط مستقبلية مع الذكاء الاصطناعي. وقبل ما ننهي حلقتنا، خلوني كالعادة أخذ فيكم لفة سريعة على أخبار وأرقام قد تهمك. الصين بدأت عملية إطلاق أقمار صناعية عشان تحسن من سرعة شبكة الإنترنت، وكمان عشان تحبط وتشوش أقمار سبيس إكس. واتساب سهلت تصميم الاستيكرات، وتقدروا الآن تصمموا استيكراتكم في ثواني معدودة. كل اللي عليكم حدثوا جوالاتكم وحدثوا تطبيق الواتساب لآخر تحديث. سناب شات راح تلغي فلاتر الأماكن والمناسبات، وراح تكتفي فقط بالعدسات. وهذه كانت أخبارنا في حلقتنا اليوم من برنامجنا سماشي تيك، وكنت معاكم أنا أمنية زاهد. لا تنسوا تشتركوا في القناة، ولا تنسوا تتابعوا حسابات سماشي على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.